فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران، اگر دل تو را شکستند، را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران، به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. أوشك دراستي الجامعية على الانتهاء، وصرت على أعتاب التخرج. نتحدث مع زملائنا في الجامعة دوما حول الأوضاع الاجتماعية وكذلك أجواء التخرج، حول الأزمات السياسية، الضغوط الاقتصادية، تواجد الأجانب والمشاكل الأخيرة التي ألقت بظلال التشاؤم علينا، لا سيما فيما يتعلق بمستقبل عملنا.
تردد مؤخرا اسم السيد مجتبى نواب صفوي كثيرا على ألسنة الطلبة. قالوا إنه يتمتع بجاذبية خاصة، يتحدث بطريقة مختلفة، لديه منطق قوي وبيان رصين، لا يخشى من ترديد ما لا يمكن التحدث به في هذه الأيام، يفصح دائما عن انزعاجه من الأوضاع الحالية، مستاء وقلق من هيمنة الغربيين على ثقافتنا وسياستنا، حقا لا يهاب أي شيء. يقولون إنه جاء إلى إيران بتوصية من علماء النجف، بات يتمتع بشعبية كبيرة. أنا متحمس لرؤيته والاستماع لحديثه. انتهاء تحصيلي الدراسي يعد بداية صفحة جديدة من حياتي. يجب أن أختلط أكثر بالمجتمع، أرى المزيد وأسمع المزيد، فلنرى ماذا سيحدث. محمود وزيري، طهران، منيرية، 1945. إذا لم تستطع حكومتنا أن تضع حداً لخيانة رجال الدولة، فهي أيضاً متهمة بالخيانة. لقد أثبتت حكومة قوام في غير مرة أنها لا تستطيع لوحدها الصمود بوجه القضايا المهمة، وإن لم يكن الشاه مقتنعاً به، فلماذا وقع على قرار تعيينه رئيساً للوزراء؟ والأسوأ والأقبح من ذلك هو أن حكومة رئيس الوزراء ضمت حفنة من منتسبي حزب تودة التابع للاتحاد السوفيتي الشيوعي، حيث لا يلتزمون لا بدستور البلد ولا بشريعة الإسلام السمحاء ولا بهوية إيران والإيرانيين. لقد دمرتم هذا الشعب، سواء أكنتم تابعين لبريطانيا أم للاتحاد السوفيتي أم تابعين لأمريكا، فأنتم عملاء. وهل العمالة لها لون خاص؟ أما أنتم أيها الشعب المسلم، إن لم تفكروا بمصيركم فستقعون في مأزق رهيب. إن قررتم أن ترسلوا نائبا للمجلس فعليكم أن تعرفوا جيدا ما هو ماضيه. هل هذا الشخص سيقف إلى جانب آخرين في المجلس، وذلك نيابة عن كل شعب إيران، ويقرر إن كان سيمنح ثقته لوزير الحكومة أم لا، يستجوب أم لا يستجوب؟ وبهذه الطريقة تتبلور الخيانة. حسناً، خذ موعداً من السكرتير نهار الاثنين المقبل، ستجد نظاراتك جاهزة، تفضل. شكراً يا دكتور. سمعت باسم السيد مجتبى نواب صفوي كثيراً، علماً أن لقبه الأصلي هو السيد مجتبى ميرلوحي. هو بارع جداً في إلقاء الخطب، استطاع أن يستقطب الكثيرين. إنه شديد اللهجة. ألن تؤذيه الحكومة؟ على الأقل ليس الآن. انتقد حكومة قوام بشدة منذ أن ذهب قوام إلى موسكو، وأجواء البلد مشحونة ضده، كما أن حزب تودا بات يسيء أكثر إلى سمعته. لكنني لا أرى أن المشكلة تكمن فقط في انحيازه للروس. السيد نواب كان يقول ما الفرق بين الأمريكان والإنجليز والروس؟ العمالة تبقى عمالة. ما شاء الله، ما شاء الله. إذن هو شديد في كلامه بالفعل. عندما تحدثت مع سفير الاتحاد السوفيتي، لم يجزم هذه المرة بأن ستالين سيوافق على انسحابي قواته من أذربيجان في أسرع وقت ممكن. إن لم نسرع في إجراء الانتخابات فعندها قد نواجه تهديدات ستالين يا جلالة الملك. هذه التهديدات لا قيمة لها، أنت تعرف جيدا أن ظروف ستالين لا تسمح له ببدء معركة
جديدة مع أمريكا. نعم، لقد قلت ذلك سابقا. اتفقت مع ستالين على انسحاب الروس من أذربيجان دون ما حرب مقابل منحهم امتياز نفط الشمال. هذا كل شيء. في هذا الشأن يجب أن يصادق المجلس التشريعي على اتفاقيتك مع ساتشكوف، لكن لا وجود للمجلس حاليا. أقترح أن تعلن جلالتك وفي أسرع وقت عن إجراء الانتخابات لكي نتمكن من تقديم اللائحة للمجلس، وبهذا الشكل سوف تخرج قوات الجيش الأحمر من أراضي أذربيجان. فيما يتعلق بالانتخابات علينا أن نكون حذرين لئلا يتسلل أنصار حزب تودا إلى المجلس. إصرار الروس على التعجيل في إجراء الانتخابات نابع من رغبتهم في دعم أنصار تودا لدخول المجلس. ينبغي أن نختار الوقت المناسب. المشكلة لا تقتصر على الروس، طلبات ورغبات دول الشرق والغرب يمكن حلها، إنما أنا لدي تخوف أكبر. هناك شخص لو أشار بيده أو جرى حبره على الورق حتى الجيش لن يقف في وجهه. أعرف جيدا عمن تتحدث، آية الله سيد أبو الحسن الأصفهاني. أنصحك بعدم اتباع سياسة والدك، كن حذرا وتجنب المواجهة المباشرة مع علماء الدين. اعتمدوا سياسة توحي للناس باحترامكم الكبير لفتاوى مراجع التقليد. أنا لدي شعبية كبيرة بين الناس. دون شك، لكن مراجع التقليد لديهم مكانة أفضل. قبل مدة سافرت إلى قم لزيارة آية الله البروجيردي، لديه شعبية في قم. كان يتوقع مني أن ألتزم بالأحكام الإسلامية. الأمر يحتاج إلى حنكتكم. قلت له إنني أذهب لمسجد سلطان في طهران وأشارك أحيانا في المجالس والمراسم. آية الله سيد حسين البروجيردي يتمتع بنظرة ثاقبة. وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي بعثت إلينا ببرقية، وصلتنا الآن. دعني أرى. هل حدث أمر ما؟ خطرت ببالي فكرة. اتصل بالسيد ساتشيكوف واستدعه إلى مكتبي. سيد ساتشيكوف، تفضل. معالي رئيس الوزراء. سيد ساتشيكوف، بالنسبة لانتخابات إيران حدث أمر غريب. هل تبحثت مع شاهي إيران؟ نعم، تفضل. موضوع الانتخابات قد خرج حتى من سلطة الشاه. ماذا تقصد؟ نحن لدينا هنا في إيران قوى بين طبقات المجتمع تعمل بشكل أقوى من البلاط. علماء الدين، قبل انسحاب قواتكم من أذربيجان لن تجري الانتخابات. إنه قرار القوة التي ينحني أمامها كل المجتمع الإيراني. يجب علي أن أتصل بموسكو حالا. في أسرع ما يمكن. محمد رضا، أخبرني، ألم يتحدد بعد متى ستعود فوزية؟ أتعلم كم مضى على مغادرتها لإيران؟ أرسلت لها عدة رسائل لكنها تتهرب من العودة. إنها لا تنوي العودة. لقد أعددت لإقامة حفلة كبيرة على شرف السيد شفيق. لقد دعوت أجمل وأفضل النساء، الواحدة أجمل من الأخرى. فوزية لا تضاهيهن جمالاً أبداً، عليك فقط أن تشير بإصبعك. أتقصدين أن أطلقها؟ لا تتردد، لم تعد تصلح زوجة لك. أكملي طعامك، كلي قليلاً من الكباب.
مرحبا، اهلا بكم. اود اعلامكم بانني والسيد مين باشيان عقدنا قراننا. جلالة الملكة. سيد مين باشيان، شمس تنزلق مثل السمكة، يجب أن يكون لديك يدان إضافيتان لتحتفظ بها. بالمناسبة لقبه لم يعد مين باشيان بعد الآن، فجلالة الملكة أمرت بتغييره. مهرداد باهلبود. أنا أهنئك يا سيد باهلبود. باهلبود أكثر وقارا من مين باشيان. كما تأمر جلالتها. نعم، فالتناسب مع العائلة المالكة يستلزم عدة أمور، لابد وأنك ستردد دوما كما تأمرين. لا، مهرداد باهلبود زوج سموي الأميرة شمس بهلوي. لم آتي إلى محلك لأنك لا ترغب بمجيء، فضلت بأن تأتي بنفسك لتقدم لي التحية. عندي كمان يعود لك، نسيت تماما أنه لك. لم أعد بحاجة إليه. إن احتجت إلى شيء بإمكانك أن تطلب من عصافير شارع بهلوي لتنقل لي الأخبار. نحن لسنا جاحدين مثلك. دام عزه. أيها الناكر للجميل. اتركني أيها السافل. ماذا؟ هل تشتم الشاه؟ السلام عليك يا سيد. عليك السلام يا ابنتي. هل يمكنني أن أرى السيدة طوبة؟ أها، تذكرتك. قل لها جولنار. على عيني. السلام عليك يا سيدة طوبة. وعليك السلام. هل تذكرتينني؟ نعم يا عزيزتي، لا يمكن أن أنسى هاتين العينين البريئتين. تسببت لكم بالكثير من المتاعب. لا أبدا، جئت اليوم لكي أشكركم على مساعدتكم لي وأخبركم بأني أعمل في محل لتجميل العرائس. يا له من خبر جيد. أصنع هناك شدات ورود وتيجان العرائس. جميل جدا. اشتقت لكم، قلت آتي لأراكم. شكرا جزيلا. وأرى أيضا السيد. آه.
عفوا عزيزتي، فأنا لم أدعوك للدخول. أقسم بالله إنني لم أطرد حتى اليوم ضيفا عن باب منزلي، لكنك تعلمين أيضا فقد ضربوا محمود بسببك، وأنا أم، أرجو أن تتفهمي موقفي. سامحيني، اذهبي من هنا قبل أن يأتي. ماذا قلت لهذه الفتاة؟ لم أقل شيئا سيئا لها، طلبت منها أن تذهب قبل أن يأتي محمود. ما كان لك أن تخيبي أمالها؟ غادرت مكسورة القلب. محمود تحمل الكثير بسببها، لقد ضربوه، هل علينا الصبر حتى يطال ولدنا مكروه؟ لكن نظرتها كانت حزينة مليئة بالكلام. تفضل سيدي لتشرب الشاي وتتمتع برائحته الزكية. بالمناسبة هناك نوع آخر من الشاي اسمه جولابي، فأوصي بأن يحضروه لك. يمكنك خلطه مع شاي لسان الثور ويمنح الجسم ارتياحا خاصا مثل صوت بنان. تفضل سيدي. في الحقيقة أود بشدة رؤية السيد بنان عن قرب. أوكل الأمور الصعبة لي سيدي، سأوجه له الدعوة ليزورك بعد ظهيرة أحد الأيام ويغني لك على الهواء مباشرة، علما أنه رجل محترم جدا وذو شخصية راقية أيضا. إنه لمن دواعي فخري، سأكون سعيدا جدا بذلك، فصوته فريد من نوعه. سيدي، رائحة شاي عطرة، اشتم رائحة الشاي. خذي يا نور، خذي هذه لك. عجيب جدا، أردت اليوم أن أجلب لك واحدة مثلها. عزيزتي نور ابنتي، ليس من الصلاح أن يعلم محمود بقدوم جولنار إلى هنا، لا تخبريه، اتفقنا؟ أصبحت أزمة أذربيجان حديث الساعة. الروس والإنجليز باتوا يتنازعون على نهب نفط إيران كتنازع الكلاب والقطط. لا يا محمود خان، لا، بل على العكس تماما. لا بأس أن تعلم بأن وزيري خارجية بريطانيا والاتحاد السوفيتي تناولا معا الحلوى والمرطبات اللذيذة عند تقسيم إيران، وبعدها شربا العصير أيضا. وكما يقول المرحوم ميرزاد عشقي، إن الإنجليز والروس أطاب لهم الجلوس. هؤلاء الإنجليز هم من يتسببون في إشعال نيران فتنة أذربيجان. تفضل. كيف يمكن حل أزمة أذربيجان؟ يا سيدي، الأزمة انتهت وحلت المشكلة. ماذا تعني؟
هل حقا يساعدون على بسط النفوذ السوفيتي؟ المهم بالنسبة للإنجليز جنوب إيران وحقوله النفطية، فقدان أذربيجان ليس مهما بالنسبة لهم. القلق يساورهم فقط عندما يخسرون نفط الجنوب، أما الروس فباتوا منفذين للسياسات البريطانية، يأخذون أذربيجان وكردستان ثم يقدمون للإنجليز بكلتا يديهم مناطق الجنوب، ولهذا صار قوام يدير المعركة في هذه الأزمة. والدك ليس مجرد طبيب عيون، بل هو سياسي محنك جدا، إذ استطاع أن يشرح قضية معقدة بأسلوب مبسط للغاية في 3 جمل. إذا التهم الروس أذربيجان وكردستان فلن يتأخر الإنجليز أبدا، وسيفصلون الجنوب الإيراني. خطوات قوام تصب في هذا الاتجاه. والسلام نهاية الكلام. لقد أصبحنا كالمحللين السياسيين في الصحف، إذا استمرينا بهذا النحو فسنصدر بيانا، صحيح؟ عزيزي محمود، قل لي ما هي أخبار الجامعة؟ حفل تخرجنا سيقام الأسبوع القادم. يا للروعة، تهانينا. جيد جدا، أود أن أقيم لك احتفالا كبيرا، بعدها لابد من أن تشمر عن ساعديك. أتزوج؟ نعم. زهرة كانت فزانتها قطرات الندى. نعم، وعليك أن تشعل نور تلك الصيدلية التي ظلت تنتظرك لسنوات. تحتاج إلى جهود كبيرة، ترميمها مكلف، لكنني ما زلت حيا. سأنظفها لكم لتبدو جديدة، وفي يوم افتتاحها سنزينها بالمصابيح الملونة وسنحضر مطربا، صنعوا ديكا ودجاج من السكر ومكعبات، إنه ديك ودجاج، ديك ودجاج، قل 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 ديك ودجاج. يا أتريد أن ندعو رئيس الوزراء أيضا؟ لا يا رجل، هو لا يفكر إلا بالنهب، ذهنه مشغول جدا، علينا أن ندعو شخصا متفرغا لهذا الأمر مثل بهرام الأقرع. الوقت لأجد لك زوجة أخ طيبة. أعرف أنك مهتمة بشأن أخيك، لكنني لا أنوي الزواج حاليا. نور، أنا حقا لا أعرف كيف أنسى جولنار. هل تحبها؟ حقا ما أجمله من زجاج، يحفز المرء على نطحه في المنتصف هكذا. إلى أين وصل موضوع الجيش الأحمر؟ الإنذار الأخير. الإنذار الأخير؟ نعم، الإدارة الأمريكية وجهت للحكومة السوفيتية إنذارا حازما وصارما بشأن خروج الجيش الأحمر. الرئيس ترومان وقف موقف الداعم لنا أمام الروس،
وأنا وضعت مقطوعة الأوبرا هذه إكراما له. العالم كله بين يدي الولايات المتحدة. إذا تحالفنا مع الرئيس ترومان فسنكون في مأمن من كل ضرر. أوروبا، معهد الأوبرا، كل شيء يولد في أوروبا، السياسة، الفن، الموسيقى، الشعر. هؤلاء الأمريكيون رعاة بقر لا غير. مهما استمعوا إلى الأوبرا سيبقون معتادين على صوت البقر والماعز. هذه الأوبرا تم تقديمها بواسطة فرقة إنجليزية أمام أبراهام لينكولن عام 1864. من هنا يتضح لنا أن على الإنجليز أن يقوموا بدعوة الرئيس الأمريكي وزوجته وأولاده لحضور حفل للأوبرا. هذه الأوبرا قدمت مرة ثانية في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترومان. وما علاقة الإنذار الأخير بالأوبرا؟ بات يتفوه بكلام غريب. الأمر بسيط جدا، كل شيء متعلق بباقي الأشياء، مثل السيمفونية، الأوبرا تنبثق من قلب السيمفونية، متزامنة مع الشعر والقصة والغناء. أما القصة التي ألفها ترومان للأوبرا قصة جذابة جدا. إنذار أخير من الطراز الأول للجيش الأحمر السوفيتي، كتبها مسبقا على شكل سيمفونية ظاهرها دعم شاه إيران. ما هو الهدف؟ لكي تقوم القوات السوفيتية بعد هذا الإنذار بالانسحاب من أرض إيران. من سيغني هذه الأوبرا؟ محمد رضا بهلوي، شاه إيران. هذا هو ترومان الذي أسرك بهذه الأوبرا الجميلة. يا ملك المعظم، هذه هي الأوبرا. ترومان، دعم شاه إيران ضد الروس. ستالين يتصور أن بإمكانه الاستيلاء على إيران، فبدأ من أذربيجان. لكنه واهم. سيد ترومان، لقد وجهت إنذارا جيدا إلى ستالين. مجرد إنذار؟ ألمحت له فقط أن على الجيش الأحمر السوفيتي الانسحاب من إيران وفي أسرع وقت. بالطبع لست متأكدا إلى أي مدى سيأبه ستالين بإنذارنا وهل سيعيره اهتماما. لا شك أنه يبحث عن امتيازات، هذا إن رضخ لطلب انسحاب الجيش الأحمر. لكنه وبمعزل عن موضوع الروس وكابوس ستالين، علينا أن نهتم فقط بمصالحنا. شاه إيران يميل بشكل كبير لواشنطن، علينا أن نرحب بهذا الموقف بأحسن ما يكون. سيدي الرئيس، إنه شاب ويمكنه تحقيق أهداف الولايات المتحدة في مقابل عدائه للروس بالكامل. على ستالين أن يعلم أن إيران ليست من نصيب الروس، لقد استفادوا من تواجدهم في إيران في الماضي بالقدر الكافي. واضح أن ثروات إيران ملفتة للنظر، وعلينا أن لا نبقى غافلين عن هذه الميزة. سيدي، ستالين رجل صعب الميراث، سبق وأن تجاهل ولمرات عديدة إنذارات البيت الأبيض ولم يبدي أي ردود أفعال. هذا احتمال وارد. أنا وعدت شاه إيران بالمساعدة،
هو يتمتع بكامل الدعم من الولايات المتحدة. بالطبع لدينا مطالبنا مقابل هذا الدعم، ولقد قمنا بلفت نظر ستالين إلى هذا الدعم. الوعد بامتياز نفط الشمال أثار ضجة في كل مكان. لا تستهن أبدا بإنذار ترومن، فالروس أدهى بكثير من أن يقوموا بالانسحاب لمجرد وعد. إنذار الولايات المتحدة الأخير يعني استعراض عضلات لقوة كبرى. هذا جيد جدا. من الآن فصاعدا سيسحب البساط من تحت أقدامي الديمقراطيين. يا لها من لعبة. علينا التحلي بالصبر ونشتري الوقت، إنها أفضل فرصة لتحريض النواب الموالين للبلاط ضد قوام. على الإنجليز وباقي الحكومات الأجنبية أن تدرك أنه يجب عليها التعامل مع شاه إيران لا مع رئيس الوزراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد مهرداد موجود؟ نعم، إنه مع تلامذته يجرون تمارين على المسرحية. شكرا لك. لا تتكلم معي بهذه الطريقة، أنت تعيس لأنك ابن دلال. دور رجل عجوز. لا تتكلم معي بهذه الطريقة، أنت تعيس لأنك ابن دلال. لا تتكلم معي بهذه الطريقة، أنت تعيس لأنك ابن دلال. امرأة عجوز. لا تتكلم معي بهذه الطريقة، أنت تعيس لأنك ابن دلال. عيديه بأسلوب سقي. لا تتكلم معي بهذه الطريقة، أنت تعيس لأنك ابن دلال. لا تكلمني هكذا، أنت تعيس لأنك ابن دلال. سبب تعاستي أنني لا أملك الكثير من الوقت. عندما أذهب يمكنكم أن تقيموا أنفسكم وتوزعوا المسؤوليات بينكم. بارك الله فيكم، كان جيدا. أحسن، قرت عيوننا، أرى أنك عدت إلى المسرح مجددا. تهانينا على الصيدلية يا سيد محمود خان. لن ننسى أننا إذا شعرنا بألم في قلوبنا فعلينا أن نحلق من هذا الجانب من الشارع إلى الآخر، حيث صيدلية السيد محمود خان وزيري. حتى أنت لا تعرف ما عليك فعله يا أستاذ. تقول ما علاقة الفن بالسياسة، والمسرحية تجمع بينهما. كان الله في عونه دوما. أولا المسرحية معروفة جدا، كما أن مؤلفها مشهور للغاية. ثم إن حدثت مشكلة ما لا قدر الله فسيأتي مؤلفها إلى إيران. ما اسمه؟ إنه السيد جي بي بريستلي من مواليد إنجلترا. جيد جدا، إذن سندعو لكم حتى ينتهي الأمر بسلام. متى ستقدمون العرض؟ الحقيقة هم الشباب يستعدون للعرض، أما ديكور فسيجهز عما قريب إن شاء الله. إن شاء الله في أسرع وقت. تذكرتك جاهزة وتذكرة والدك. طالما وجهت إلينا دعوة فسنوصيهم بأن لا يسببوا لكم إزعاجا. عافاكم الله. تفضل. في أمان الله. بلغ الدكتور تحياتي الحارة. حسنا، ما الأخبار يا دكتور؟ الأخبار لديكم أنتم معشر النبلاء. الفوضى تعم كل شيء حاليا. كيف؟ أزمة أذربيجان في تفاقم، يبدو أن قوام أبرم معهم صفقة جيدة، امتياز نفط الشمال مقابل انجلاء قوات الجيش الأحمر من أذربيجان. هذا يعني سحب البساط من تحت أقدام الديمقراطيين. بهذا الشكل لن يصمد بيشاوري. لا أدري، نحن لسنا من قيس ولا قيس منا. أنت لم ترغب بأن تكون من قيس يا دكتور. كيف ذلك؟ لقد نبت الشعر في لساني من فرطي ما تحدثت معك. كنت أنوي إيصالك القمة لكنك رفض. كان بإمكانك العمل في مجال استيراد الأدوية، فثمة شح في الأدوية الآن. لست تاجرا أيها البدين، بل أنا طبيب. اللعنة على من أنكر أيها الدكتور. صحف صحف، أخبار ساخنة. صحف، صحيفة الحكومة، أخبار جديدة. هل من قارئ للصحف؟ احترس لئلا تحترق يا سيدي. صحف صحف، أخبار ساخنة. أخبار ساخنة جدا. صحيفة الحكومة، أخبار جديدة.
هل من قارئ للسؤال؟ الفوز من نصيب حزب بيشاوري. ماذا كنت تظن يا سيدي؟ هذا الشعب الذي أعرفه سيمرغ أنوف هؤلاء الديمقراطيين بالتراب. فقط أدعو بأن ينسحب الجيش الأحمر من أذربيجان. عندها سترى أن بيشاوري لن يصمد يوما واحدا. وفادار گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل نسیر غم دیدم گوهر با یا آمده مرا وعده وفا راز خود نگهدار یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست سلمت يداك، ضع هذه هنا ورتب الباقي بجانبها. شكرا لك. لقد اشترينا جميع الصحف وطالعناها، ألم تجهز أدويتنا؟ عدد أدويتك كثير، أعدادها يستغرق وقتا. تفضل. نصف ملعقة صغيرة ثلاث مرات يوميا قبل الطعام. حسنا. نصف ساعة قبل الطعام في الموعد. تفضل. سلمت يداك. جزاك الله خيرا. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة. تفضل يا عم. ذوب ملعقة منه في الماء واشربها قبل النوم. السلام عليك يا أخي. عليك السلام. سلمت يداك. في خدمتك. كم تكلفته؟ هذا يكفي. ألم تخطئ في المحاسبة؟ الأسبوع الماضي اشتريتها ودفعت ثلاثة أضعاف هذا المبلغ. ربما انخفض سعره، إنه ليس من الأدوية النادرة. إن لم تجده فعد إلي، سأعطيك إياه بنفس السعر. هنأك الله بشبابك يا دكتور. هذا جيد. سلمت يداك يا نور. لنرى ماذا لدينا. بالهناء والشفاء. يا للروعة، الأرز المطبق. ما أزكى. فكرت اليوم كثيرا بجولنار. كانت تعمل في مقهى
وساعتها للتخلص من ذلك المقهى. مسكين والدي اضطر لدفع تعويضات للمقهى بسبب عراك أنا وأمير مسعود، لكنها ذهبت واختفت دون أن تنظر خلفها حتى. إنها نكرة للجميل. اليوم مررت قرب ذلك المقهى وأصابني ضيق شديد. ربما الأمر ليس كما تقول، من يدري، ربما أصابها مكروه ما. لا ينبغي للمرء الحكم على الناس هكذا. ولماذا أنت تدافعين عنها؟ لم يكن علي أن أبحث عنها منذ البداية. ربما جولنار لم تكن تصلح لي. انسي أمرها. شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. شما